نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي نشر فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن التدريب البحري الجوي المشترك حمد 3 واللي بيتم بالتعاون مع مملكة البحرين واللي بيستمر لعدة أيام بنطاق قاعدة سلمان البحرية وقاعدة عيسى الجوية بمملكة البحرين. استمرارا لفعاليات التدريب المصري البحريني المشترك حمد 3 والذي تنفذه وحدات من القوات البحرية والجوية للقوات المسلحة المصرية والبحرينية وتستضيفه مملكة البحرين الشقيقة حتى نهاية يناير الجاري. يأتي التدريب في إطار دعم التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز وتقوية الروابط التاريخية الأخوية التي تربط بين مصر والبحرين. وخلال الفعاليات تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين القوات المشاركة في فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك حمد 3، ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقوات المشاركة من جمهورية مصر العربية، ونقل لهم تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، موجها الشكر على جهودهم في المشاركة بمختلف مراحل التدريب المشترك حمد 3. وقد شهدت الأيام الماضية أنشطة تدريبية مكثفة من الجانبين لتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات، وتنظيم محاضرات نظرية وعملية على الموضوعات والتدريبات التي تم التخطيط لتنفيذها خلال التدريب. يأتي ذلك في الوقت الذي نفذت فيه القوات الجوية لكلا البلدين العديد من الطلعات المشتركة لتوحيد المفاهيم القتالية والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك للهجوم والدفاع على هدف حيوي تحت مختلف الظروف. كما شاركت القوات البحرية في تنفيذ عدد من التكتيكات البحرية والتدريب على أعمال الدفاع عن السفن ضد العمليات الخاصة والقيام بأعمال الاعتراض البحري وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة القوات الخاصة البحرية وبالتعاون مع القوات الجوية لتنفيذ أعمال التأمين الجوي والتعرف على الجديد في نظم وأساليب التدريب القتالي لكلا الجانبين.